جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شخص عمل عملا وهو لا يزال في سن ما قبل البلوغ لا يفرق بين الحلال والحرام، وذلك العمل يوجب عقوبة، وبعد بلوغه وتمييزه الحلال من الحرام تاب إلى الله واستغفر الله عندما أدرك فعله ذلك، وكلما تذكر ذلك العمل ندم وتحسر على فعله، فهل توبته تلك مقبولة في تلكم السن؟ جزاكم الله خيرا. نعم، التوبة مقبولة إذا توفرت شروطها، قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. من تاب تاب الله عليه، فعليك بالتوبة الصحيحة والابتعاد عن الذنوب والمعاصي، ولا تضرك إن شاء الله، لأن الله يعفو عنها ويتجاوز عنها إذا تبت منها توبة صحيحة وابتعدت عنها وعن أمثالها وعن جميع المعاصي. نعم.